مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم، أهلا بكم. تغطيتنا متواصلة للفاجعة التي ألمت بالجزائر. الجزائر إذن تودع 257 شهيدا الذين سقطوا إثر تحطم الطائرة العسكرية في مطار بالقرب من مطار بوفريك صباح يوم الأربعاء الماضي. الحداد في الجزائر لا يزال مستمرا، لا تزال علامات الحزن لا تخيم فقط على منازلي وعلى بيوتي وعلى أهالي الضحايا، طبعا الأهالي المباشرين، لأن جميع الشعب الجزائري هو أهل لهؤلاء. تلك الوجوه التي بدأت تظهر ونشاهدها في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد أن كل جزائري يحس اتجاهها بالأسى، يحس بالحزن، لكنه لا يقول إلا ما يرضي الله. إن لله وإنا إليه راجعون. في هذه التغطية المستمرة نحاول أن نبحث ربما في الكثير من الزوايا الإنسانية المتعلقة بهذا الحادث وهذه الفاجعة الأليمة. طبعا الإنسان ربما في المحن وفي أوقات الشدة دائما ما يلتفت إلى ربما أهله، إلى أشقائه، كي يريد أن يرى التضامن، يريد أن يرى تلك ربما الأحضان، تلك المعاني الكبيرة وتلك المشاعر التي يحتاجها ويحتاجها الجميع. طبعا أهالي الضحايا ربما هم الأولى بهذه المشاعر، وإن كان الجميع في جميع القطر الوطني وحتى في الخارج يحتاجون إلى من يواسيهم في هذا المصاب الجلل. في هذه الفقرة من التغطية سوف نحاول أن نبحث في عمليات التضامن، في المشاعر ربما التي اتقدت كثيرا في الأيام الماضية عقب الإعلان عن هذا الحادث الأليم. طبعا في حلقة اليوم أسعد، وفي هذه الفقرة أسعد بأن أستقبل الأستاذ خوجة الرقم، الكاتب المهتم بقضايا الفكر والسياسة. أهلا بك أستاذ. بارك الله فيك. شكرا لكم. أهلا. وأيضا الدكتور رائد ناجي، الأستاذ الجامعي الفلسطيني. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. مرحبا دكتور. أستاذ خوجة الرقم، لو أبدأ معك كلمة أولية، ونحن في هذه الأيام الصعبة في هذا الحادث الأليم المفجع، 257 شهيدا، والجزائر كلها حزينة، وربما حتى خارج الجزائر من أصدقاء وأشقاء، من كلمة ابتدائية. بارك الله فيك أستاذ علي. هو حقيقة الحادث جلل والمصيبة كبرى، ولا نقول إلا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله الشهداء برحمته الواسعة، وتعزيتنا الخالصة لأهل الضحايا وأصدقائهم وجيرانهم، وتحية وتعزية خالصة أيضا لرفقاء العمل من أفراد الجيش الوطني الشعبي، وقبلهم جميعا تعزية خالصة للشعب الجزائري في مصابه الجلل. ولكم نتمنى أن لا تعود مثل هذه الأحداث المأساوية، لأن الشعب الجزائري مكلوم ومصاب بجراح كثيرة، ومن شأن هذه الأحداث أنها تزيد جراح على جراح. دكتور رائد ناجي. ولأنه لم أجد حروفا ولا كلمات كي أعبر عن هذا، عن حجم هذه المأساة التي ألمت بنا جميعا. هي لم تلم بالشعب الجزائري أو بأسر الشهداء والضحايا فقط، هي ألمت بنا جميعا. ولا نجد أمام هذا إلا أن نعزي أنفسنا أولا، ونعزي الجزائر حكومة وشعبا وذوي الشهداء والضحايا أيضا، وأعزي نفسي أنا أيضا، لأن هذا المصاب أنا واحد منكم، وهذا المصاب يؤلمني كما يؤلمكم، وكما أعزي فلسطين الحبيبة بوفاة هؤلاء الضحايا والشهداء. حتى أن وجدت في فلسطين كلمة جميلة جدا، قال اليوم فقدت فلسطين 257 شهيدا أو عاشقا، فكتبها عاشقا. فهذا الجمال
في هذا الجمال في هذا التعبير وهذا الحزن وهذا التضامن مع هذا الشعب الجزائري. طبعا هذا الحزن يعني ليس هو يعني دائما ما يؤلم، يعني كما يقال في الأقراح والأحزان تعرف الأمور وتمحص الأمور، فهذه الأقراح والأحزان هي دائما لما تأتي إلى الشعب الجزائري تجده هو كترموميتر لقياس الوحدة الجزائرية، التضامن الجزائري، وهذا ما هو يعني ما يسلو عن أنفسنا في هذه عادة لما نصاب بالأحزان والأقراح. نعم أستاذ خوجة الرقم، الدكتور رائد نجر ربما ذكر كلمة مفتاحية، التلاحم، التضامن. ربما في الجزائر نختلف على الكثير من الأمور، الكثير فيها القضايا فيها تباين، لكن في الساعات وفي اليومين الماضيين وحتى هذا اليوم الثالث تضامن كبير، وحدة كبيرة، تلاحم كبير حققه هؤلاء الشهداء، شهداء جيشنا. إيه هو أستاذ علي، هذه من خصال الجزائريين، وهذه الخصلة خلينا شوية نعود ونرجع شوية إلى تاريخنا القريب. لولا هذه الخصلة لما استطاعت الجزائر أن تتحرر من الاستثمار الفرنسي. كي نقولوا الاستثمار الفرنسي معناه استثمار إحلالي أراد أن يبقي على الجزائر مقاطعة منه، بل كان يعتبر الجزائر هي العمق الاستراتيجي لفرنسا، مثل ما قال دوغول لتشرشل في معرض الحديث على التأسف تاع سقوط باريس في يد النازيين. فهذه الخصلة هي يعني تكاد تكون الآن تحولت إلى طبيعة في الجزائري. رأيناها في زلزال شلف سنة 82 أعتقد، رأيناها في سنة 80، رأيناها في زلزال بومرداس، رأيناها في فيضانات العارمة اللي عرفتها الجزائر العاصمة سنة 2001. حيثما تكون المصيبة تجد الجزائري حاضر، وهذا يخلينا مفروض احنا كمشتغلين بهذه الامور هذه نراجع الكثير من قناعاتنا والكثير من تمثلاتنا ازاء الشعب الجزائري. حقا هذا الشعب عظيم بكل المقاييس، ولعل هذا ما لمسوا فيه مفجري الثورة الجزائرية. ينسب لبن مهيدي قوله القوا الثورة في الشارع يحتضنها الشعب، ينسب أيضا لزيغود يوسف قائد الولاية التاريخية الثانية، هذا الشعب عظيم لا يستحق إلا قيادة عظيمة. فأعود وأقول أن هذه الخصلة ليست غريبة عن الجزائر، لأن الجزائري نقدر نقوله باختصار، يعني نقدر نقوله هو أخذ فضيلتين إذا صح التعبير، أخذ روحانية الشرق وأخذ عقلانية الغرب، وهذا الجناحين هذو هما اللي يخلي الجزائرية تصرف في الملمات الكبرى وفي المصائب الكبرى على هذا الأساس، يتصرف بمسؤولية وبدون تهور. وأيضا الوشائج العاطفية هذيك والروحانيات الموجودة المغروسة فيه من المشرق تخليه يتضامن مع المكلوم، يتضامن مع المصاب، يتضامن في الملمات إلى آخره. نعم، ربما هنا في جزئية أنه شهداء هذا الحادث المفجع فعلا يعني أحيوا الكثير من الأمور التضامنية التلاحمية بين الجزائريين، يعني وكأنه كان هناك حاجز، ما هذا الدم هؤلاء الشهداء ربما قد حطم هذا الحاجز وخلانا يعني نعيش أجواء يعني خاصة. إيه هو مثل ما المباني تراكمية، المباني أساسات ودي بيلي ودي دعال ومنها، هكذا الشعوب هي تراكمات. الخلل اللي يحدث لما لا نراكم على هذه المسائل الراقية، هذه المسائل الرائعة، لما ننساوها بعد حين، يعني ننساوها ونتنساوها ونعود ونرجع إلى
وهذه أنا في اعتقادي مهمة أولا الماسكين بزمام الأمور، وثانيا مهمة نخب ومنهم النخب الإعلامية مثل ما تفضلت، أنه الجزائري يجب أن يأخذ اعتباره ويجب أن يعاد له الاعتبار، على أساس أنه أولا شعب تحرر بعد ما دفع ثمن غالي في الواحد، وثانيا لأنه وطني حتى النخاع، الجزائري وطني حتى النخاع، تراه مع المغتربين، تراه حيثما تذهب وطني حتى النخاع، يعشق بلاده حتى النخاع. قد يظهر بعض أحيانا بعض المنغصات على هذه المسألة هذه، ولكن في الحقيقة هي منغصات تاع واحد لما يكون مش في حالة وعي، ولكن الجزائري لما يرجع إلى وعيه، لما يقف على حقائق الأمور، تجده نبيل، تجده شهم، تجده كريم، تجد فيه كل الخصال تاع الإنسانية الرائعة، فضلا عن خصال المسلم الملتزم. نعم أستاذ دكتور رائد ناجي، شاهدنا ربما التضامن داخليا كان واضحا وكان كبيرا، وأيضا شعوبا صديقة وشقيقة في العالم، وبصورة خاصة الشعب الفلسطيني، شاهدنا يعني صورا لوحات يعني فعلا الكثير من العالم وقف أمامها بدهشة، وكأنه الجرح والقضية والفاجعة كانت فلسطينية، يعني بدون أي مزايدة وبدون أي مبالغة. نحاول أن نفهم هذه الصور دكتور. أستاذ أولا أنا أضعك في الصورة وأضع المشاهد في الصورة أن الوشائج الفلسطينية الجزائرية ليست وليدة اليوم، هي عميقة بامتداد التاريخ، وبالتالي في الكثير من الجوانب المشتركة ما بين الشعب الجزائري وبين الشعب الفلسطيني، عدا عن الإسلام وعدا عن اللغة وعدا عن حتى ربما فقط نطلب من الزميل المخرج أن يعرض علينا الصور، فعلا صور مبهرة. نعم وبالتالي أن هذه الوشائج ليس وليدة اليوم، هي قديمة جدا. يعني أنا سأعرض لك بعض صور التضامن ما بين الشعب الفلسطيني والجزائري. يعني أولا في أيام احتلال مدينة القدس، بيت المقدس تعزل الحرة للجزائر الشقيق جيشا وشعبا، أتعلم في بيت المقدس أيضا أكثر من ذلك، فتحوا بيت عزاء في مدينة القدس، يعني إكراما للجزائر ولحي المغاربة الذي هود يعني معظمه لليهود. الدلالة على أنه وإلى يومنا هذا، يعني حتى أنا رأيت شريط وثائقي إلى يومنا هذا في مدينة القدس وبجوار بيت المسجد الأقصى توجد عائلات جزائرية، ولما حين جاء يعني في الشريط الوثائقي تم الحديث معهم تكلم عن أصولهم الجزائرية ومن أين ومن أي منطقة، يعني كان منهم من جهة منطقة القبائل، كان منهم من جهة الشرق، كان منهم من منطقة الغرب. وبالتالي إلى يومنا هذا يوجد يعني العرق الجزائري، يعني كما يقال رسولنا فإن العرق دساس، فالعرق الجزائري في فلسطين موجود أصلا، وهو عرق طيب يعني ونقي، يعني وليس عرق يعني غير ذلك، إنما بالعكس هو عرق نقي وطيب. وأنا سأعود لك إلى في صور التضامن والتوحد ما بين الشعب الفلسطيني والجزائري، حتى أنه أن حتى أن لما ترى هذه الصور لا تصاب بالدهشة، بالعكس تجد أنها رد فعل طبيعي. فمثلا أبو مدين الغوثي من الذين من بجاية المولد، وجاء من تلمسان وذهب في فيلق إلى بيت المقدس وحارب إلى جانب صلاح الدين الأيوبي، وتم استرداد بيت المقدس. ربما خلينا نبقى ربما في هذه القضية وفي هذه الفاجعة دكتور رائد ناجي، أنت ربما عندك اتصالات مباشرة بمواطنين فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. نعم. كيف يعني لمست يعني ردة فعلهم وتأثرهم منذ البدايات الأولى لإعلان خبر هذه الفاجعة؟ هو كان رد الفعل كثير يعني حزين وكان أليم على الشعب الفلسطيني، حتى أنه الآن في مسيرات العودة على الحدود الملامسة، يعني في نقاط التماس مع الكيان، حتى يوم الجمعة راهي تجددت. نعم. هذه الاشتباكات، يعني وجدنا أولا أنه هناك على هذه الحدود رفعت الأعلام الجزائرية، يعني كل الأعلام، يعني العلم الوحيد الذي كان يرفع دائما مع في نقاط التماس هو العلم الفلسطيني، واستثناء العلم الجزائري، هذا يعني حتى في بداية المسيرة. ولما جاء الخبر فجيعة والأليمة، وإذا فتحت بيوت العزاء، الآن صار في بيوت عزاء إلى يوم هذا منصوبة، وتم إعلان الحداد مثل ما فعلت الحكومة الجزائرية 3 أيام هذا على حدود غزة، وتم نصب خيام خاصة. نعم يعني موجود بعض الصور، لو فتش فيها ستجد أنه بعض الصور هناك في بيت عزاء أو عزاء للشعب الجزائري. اثنين، أنه في هناك بعض المواطنين الجزائريين الذين يسكنون في فلسطين، وحتى أن الذين يحملون الأصول الجزائرية يعني يحملون الجنسية الجزائرية وهم من مدينة غزة، أيضا قاموا أيضا أمس أو أول أمس قاموا بعمل ندوة خاصة ومؤتمر خاص، وعملوا
بيت عزاء خاص للجالية الجزائرية، وتم تجميع الكثير من أهل غزة في هذا بيت هذا العزاء، وتم التعازي. وايضا اضف الى ذلك انه الكثير نعرف ان الجزائر قد ساهمت في كثير في دعم قطاع غزه، يعني حقيقه يعني، وحتى الشعب الفلسطيني بشكل عام، وبعض الكثير من الادارات والمؤسسات التي انشات الجزائر كمستشفيات مثلا انشات الجزائر، او مدارس مثلا انشاتها الجزائر، او ابار او غير ذلك من المؤسسات النفعيه التي انشاتها لصالح قطاع غزه، فقاموا العاملين على هذه المؤسسات كون هي وقف جزائري أو إنشاء جزائري، قاموا أيضا بعمل الواجب. وحتى أنه تطور الوضع أمس أكثر من ذلك، أن سبحان الله أنه وجدت أنه كثير من الشباب الفلسطيني الذي يقف على حدود التماس مع اليهود أو مع الكيان يلبس سواء تريكو أو بلايز يوضع عليها كلهم، وضعوا فيها صور الشهداء الطائرة العسكرية، فوضعت حتى صور الشهداء كاملة، وكان الشباب الفلسطيني يقف صفا، وال257 وضعت صورهم على بلايز وعلى ألبسة، وكان الشاب الفلسطيني يتجول في داخل غزة وداخل نقاط التماس، وإضافة إلى رفع العلم الجزائري وإلى الحداد العام الذي كان في فلسطين. تضامن فلسطين، إيه هو الأمر غير مستغرب. إحنا الجزائر لما استقلت في 62 الشعار الذي رفعه المجاهدون الصادقون، الجزائر لن تستقل حقيقة إلا باستقلال فلسطين، ومعروف دور الجزائر في انطلاق ثورة الفلسطينية في 65، كان دور محوري، ومعروف لما ضاقت الدنيا بالفلسطينيين بعد أحداث أيلول الأسود، مجازر أيلول الأسود في الأردن تحديدا، الجزائر فتحت أحضانها لإخواننا الفلسطينيين، هذا فضلا عن دور الجزائريين في تحرير في الحروب ضد الصليبيين، أولا تحرير بيت المقدس، معروف دورهم، معروف أيضا دورهم في ثورة القسام، معروف دور الجزائريين في الحقيقة حقيقة، لإن كان البعد الجغرافي بين فلسطين والجزائر معتبر، ولكن البعد المعنوي والبعد الروحي يكاد يكون منعدم يعني. فنحن نحس أننا فلسطينيين، وترى مثلا في الملاعب يعني مثل ما قال كاين تضامن رهيب مع القضية يعني الفلسطينية، الجسر العاطفي موجود يعني كاين جسر بحيث الآن الجزائر وفلسطين، ولعل هذا الأمر هذا الكيان الصهيوني والدوائر المرتبطة به، الكيان الصهيوني هنا وهناك سواء على مستوى النظام الرسمي العربي ولا على مستوى عدونا التقليدي، عارف المسألة هذه، ومن ثم تجد دائما محاولة زرع القلاقل والفتن وإلى آخره داخل الجزائر، لأنه استقرار الجزائر وقوتها معناها راح يكون نعم كتحصيل حاصل، نعم في مصلحة الفلسطيني داخل الجزائر. يعني هذا الهبة التضامنية في الجزائر، ربما لما تتجول في الشوارع الجزائرية في الأماكن العامة في المقاهي وما إلى ذلك، لا يحتاج الإنسان ربما حتى يعرف الإنسان الآخر حتى يبدأ معه في الحديث مباشرة، إنها الفاجعة، إنه الحدث الأليم، عدد الشهداء كم تطور، المنطقة الفلانية كم فيها من شهيد وما إلى ذلك، وكأنه تحول هذا الحادث إلى جسر تعارف مباشر، يعني بدون يعني الإنسان أنه يعرف الشخص الآخر حتى يخوض معه في الحديث، شاهدناها في الكثير من الأماكن. ربما شوف أستاذ علي، المسألة التي أثرتها مهمة، احنا مليح، ما هي طبيعة الشعب الجيش الجزائري؟ الجيش الوطني الشعبي هو ما هوش جيش تاع فصيل ولا جيش تاع طائفة ولا جيش تاع عرق، ولا هو جيش تاع شعب، معناه كل أبناء الشعب موجودين في 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 هذه المؤسسة النبيلة والمعطاءة، فمن الطبيعي أن يتضامن معه كل الشعب، لأنه كل الشعب عنده أبناءه
عنده أبنائه في الجيش، يعني معناه أي مصيبة تصيب أبنائنا في الجيش تصيب الشعب الجزائري كتحصيل حاصل، يعني كتحصيل. ولهذا هذا في اعتقادي غير مستغرب، ولو يكون العكس هو المستغرب، هو المستغرب. وخاصة أنه إحنا في الأحداث هذه اللي تعرفها البلدان العربية والإسلامية، يعني الجيش الوطني الشعبي لعب دور محوري في تجنيب الجزائر مخاطر هذا الفتن التي تقع هنا وهناك. فالإنسان الجزائري يحس أنه الجندي والعسكري والضابط هو الذي يحميه من المصائب، والذي يحميه من الميلات، والذي يحميه من محاولة تدخل من طرف هذه القوى وهذه القوة وتلك من الأعداء. يعني فالأمر غير مستغرب في اعتقادي، وما هو أكبر ربما احنا ما طلعناش عليه، لأنه أنا نتذكر أنا نستحضر يعني مثلا عايشت شوية فيضان باب الواد، ربما مليح نذكره بهذه المسألة هذه. تجد شاب يقال عنه أنه هذا شوية طايش يعني، غير ملتزم منه إلى آخره، ولكن تجده ينقذ الناس ثم يموت بنبل وإنسانية، لا ثم يموت، ينقذ 5 6 7 في الفيضان ثم يموت وانتهى. فهذا الأمر هذا غير مستغرب. أنا الشيء الذي أود أن أؤكد عليه في هذا الإطار أن هذا الشعب هذا نبيل وعظيم، لا يستحق منا إلا أن نكون معه نبلاء بنفس القدر. وإلا سنكون مثل ما يقول هذاك، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. نأمل أن احنا ما نكونوش من اللؤماء تجاه هذا الشعب العظيم. دائما يبرهن على عظمته، دائما يبرهن على تلحقه، هذا الشعب العظيم فعلا، هذا الشعب العظيم بكل المقاييس بكل المقاييس يعني. والمؤسف انه لم ياخذ اعتباره منا احنا فعلا. احنا اللي مع الاسف وما عندنا، معلش هي ايام ربما فيها العواطف كبيره وكثيره وكثيره فعلا، انه احيانا يحاول الانسان انه يكبت هذه الانفعالات خصوصا امام الكاميرات، لكن للاسف دائما العواطف تكون غالبه. وهذه اكيد دموع صادقه ربما من جزائري محب لوطنه محب لجيشه. وتاثر كثيرا دكتور رائد ناجي، الشهاده ربما هي كلمة السر بين الجزائر وفلسطين. عندنا 257 شهيدا يعني فجعنا فيهم صبيحة الأربعاء الماضي. فلسطين التي دائما ربما قافلة الشهداء تزف وتزف، هذه كلمة السر وش ممكن أن نقول فيها؟ القاسم المشترك الواحد، يعني هو في قاسم مشترك يعني دائما، ويعني يمكن نميل هنا إلى جانب العقيدة. يعني نعرف أنه معنى الشهادة، ما معنى الشهادة؟ والشهادة مثلا يعني في أبسط أمورها، لا أذهب للمعاني الدينية بقدر، وأنت دافع عن قضية نبيلة تبتغي فيها بوجه الله، يعني كما جاء في الحديث وجه الله. فدائما لما تقارن في فلسطين هم يقارعون عدوا صلفا صلبا، تآمر معه القاسي والدان مع هذا العدو، يريد اقتطاع فلسطين بالكامل، يعني كما تكلم الأستاذ استيطان إحلالي ومحو للهوية الفلسطينية. وبالتالي هذه المقارعة والمجابهات في فلسطين، في كل فلسطين طبعا، أنا لا أستثني نقطة، أنه الحقيقة نقاط التماس في فلسطين كثيرة، ليس فقط في غزة، في جنين، في نابلس، يعني دائما في نقاط تماس دائما. هذا المقصود فيها وإثبات وجود الفلسطيني وإسلامية فلسطين طبعا. أيضا لما نعود إلى شهداء الواجب الجزائري، هم أناس يعني من الجيش الشعبي الوطني كما ذكر، والجيش الشعبي الوطني الجزائر حقيقة من أعلى الجيوش يعني ثقافة، حقيقة هذا في تقارير تتكلم عليه كجيش يعني كجيش ثقافي، يعني جنب البلد أو الجزائر ويلات كثيرة جدا. أولا لما كانت في الحرب مع فرنسا، ثم تشكل الجيش الشعبي الوطني، لما صارت الأزمة الجزائرية السوداء والعشرية السوداء الله لا ترجعها إن شاء الله في هاليوم،
إلا وكان الجيش الشعبي الجزائري حاضر بقوة. لما جاءت القلاقل والفتن وأراد البعض أو الأيادي الداخلية والعفو الخارجية وبعض المؤامرات من كثير من الدول لإسقاط هذه الدولة العظيمة، كان الجيش الشعبي الجزائري حاضر، وربما هذه حادثة تنغنتوري حاضرة. يعني كيف واجه الشعب الجزائري بهذه البسالة؟ الآن المحاور أو الحدود الجزائرية حدود ساخنة، يعني في معظمها يعني دول تعاني من أزمات، يعني ابتداء من ليبيا، تونس، انزل الى الجنوب والى مالي، النيجر، وبالتالي الشعب الجيش الجزائري دائما مرابط على هذه ويدفع ثمن لان نجلس نحن في هذا الاستوديو وان يعيش الجزائري بامان، وبالتالي هذا الذي يحمل روحه على كفه ويذهب الى هذه المناطق ماذا اراد؟ مش اراد ان يحمي هذا البلد، اراد ان يحمي نفس مؤمنه. يعني بالتالي التشابه واحد، انت تدافع من اجل قضيه ان تحمي هذا البلد، ان تحمي سكان هذا البلد، ان تحمي مقدسات بهذا البلد، فاذا ما يعني ما فوجئت بأزمة مثل هذه فأنت شهيد، فهنا وجد تقارب. بالتالي القضية نعم واحدة، النفس واحد. نحن نقترب من نهاية هذه الفقرة، رسالتك للشعب الجزائري وخصوصا لأهالي الضحايا، شهداء الضحايا. نحن والله بكينا يعني مثلما هم بكوا يعني كثيرا، يعني حقيقة، وحتى في فلسطين وجدت الدموع كثيرة جدا. يعني لو كان يسعى الوقت أو كان لدي بعض المقتطفات لو وصلتني باكرا لا عرضت، ورأيت أنه كيف الدموع نزلت في مدينة القدس، وكيف ذرفت أيضا في مدينة نابلس في الضفة، وكيف ذرفت أيضا على قطاع في قطاع غزة. يعني قطاع غزة في 2 مليون نسمة، وطبعا أنه هؤلاء الشهداء إن شاء الله نحسبهم شهداء عند الله، يعني نحسبهم شهداء عند الله، وهم إن دفعوا دماءهم ثمن لهذه المهمة النبيلة، لمهمة الجيش والدفاع عن هذا الوطن، فهو أيضا صدقا حتى في موتهم سبحان الله أدوا رسالة للعالم ليس فقط للجزائر، بأن الجزائر واحدة لا تقبل للانقسام لواحد ولا اثنين، ولا تقبل هذه القلاقل والطائفية البغضة التي يروج لها البعض. وأيضا هي الترمومتر، أيضا أنا أعيد ما قلت في الحصة، ترمومتر التي قاست حجم التضامن الجزائري في الجزائر. نعم أستاذ خوجدرق، إيه هو هذه المصيبة، هذه الفاجعة، هذه وهذا الهبة التضامنية الواسعة للجزائريين مع أبنائه ينبغي أن نبني عليها، يعني حتى ما تكونش نقطة معزولة، يعني نبني عليها. وأستسمحك الآن ربما نتكلم شوية بشكل مباشر، أن وجه كلامي للشباب، يعني يا شباب حين تحتج لا تحطم لا تدمر، فهي بلدك، أنت تحطم بلدك، أنت تحطم مرافق بلدك، أنت تحطم في أموالك من خالص أموالك. أيها المسؤول، حين تتولى مسؤولية عليك أن تشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقك، عليك أن تؤدي واجبك على أحسن ما يرام، عليك أن تكون تستحضر وأنت تقوم بواجبك، تستحضر نضالات أبائك وأجدادك الذين مكنوك من الحرية، ولولاهم لكنت الآن تحت نيرة الاستثمار الغاشم. أيها الماسكين بزمام الأمور، أنتم تديرون شأن شعب عظيم، بلد بحجم قارة لها إمكانيات رهيبة، عيب على الجزائر أن تبقى في العالم الثالث. الجزائر مكانتها في العالم أقل شيء، العالم الثاني، العالم الأول. الجزائري ربما في ثورات يا أستاذ علي، وأيضا في شهداء ربما هذه الحوادث المفجعة. يا أستاذ علي، الجزائري سنة 62 كان يعتقد أنه هزم فرنسا ومن خلالها الحلف الأطلسي، هو عظيم ويجب أن يعامل على أنه عظيم. يجب أن تتوقف الوصاية على هذا الشعب العظيم، لأنه لولا عظمة هذا الشعب لما استطاع أن يحقق تلك الملحمة الفريدة من نوعها في القرن العشرين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خوجدرقام، الكاتب المهتم بقضايا الفكر والسياسة، كما أشكر أيضا الدكتور رائد ناجي الأستاذ الجامعي الفلسطيني، كنتما ضيفاي في هذه الفقرة من تغطيتنا المتواصلة. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تغطيتنا لهذا اليوم بخصوص الفاجعة المؤلمة
التي أودت بحياة 257 شهيدا. اليوم الجمعة تمت صلاة إقامة صلاة الغائب على أرواح هؤلاء. تغطيتنا مستمرة بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا.